فاكر من شهرين لما بقول اتنين صعايده محترمين ومعاهم كلبه صغيره عيانه؟ ايوه عيله الدهشوري مهدي لي 100 جنيه بقشيش ما انساهمش ابدا. قالوا لي اعمل معروف يا دكتور شوف الكلبه دي عندها ايه؟ انت احسن دكتور يفهم في الكلاب في العالم العربي. صح، انت اكبر واحد بتاع كلاب. ايه؟ انت اكبر واحد بتاع كلاب. اسمها اخصائي كلاب. لا انت بتاع كلاب. اسمها بروفيسور كلاب. صدقني انت بتاع كلاب كبير قوي. اسمها أستاذ كلاب يا كلب. فكرني أدخلك معهد الكلاب اللي أنا عامله عشان تدرس تفهم يعني إيه دكتور كلاب. المهم ببص في الكلبة كده بإحساسي كخبير حسيت إن الكلبة دي صعدية زيهم. في كلبة صعدية يا دكتور؟ كلاب أنواع كلاب 7000 نوع كلب. تعرف نوع الكلب من هوهوته زي البني آدم. طب الكلب العادي بيهوهو إزاي؟ هم هم. مراته بتهوهو إزاي؟ هم هم. مراته الكلاس شيك بتهوهو إزاي؟ هو هو. ازاي؟ هاو هاو. صح يا كلبة صح. عندك أشياء كلب تشتريه وانت مغمض الكلب الإنجليزي يجنن شيك لورد حتى في هاو هاوتو. عارف هاو هاو ازاي؟ ازاي؟ ار إنجليزي هاو هواية في اليوم بس عندوش وقت يضيعه في الكلام الفارغ. بعكس الكلب الفرنساوي تلاقيه دلوع ماشي في الشانزليزيه في وسط رجلين الحريم مدلع نفسه لذيذ كده. كلب الطلياني مزعج اوبرا مش كده صاحبه دايما حاطط له كمامه قافل عليه. الكلب اللي محترم نفسه بكلب الياباني عارف هاو هاو ازاي؟ ازاي؟ طب الكلب الرايق اللي مزاجه عالي ومدلع نفسه ابن بلد شعبي بيهوهو ازاي؟ ازاي؟ نعم. تلاقيه واقف على الناصيه كده مبرجم صاحبه واقف جنبيه مديها اتنين فول يعمل له هما الاتنين. طب الكلب الصايع قليل الادب اللي مش متربي بيهوهو ازاي؟ ازاي؟ اتفو عليك وعلى الهوا. قليل الادب. الكلب اللي دمه خفيف الكلب السوداني، عارف بيهوهو ازاي؟ ازاي؟ الكلب اللي فيه صحه الكلب اللبناني، عارف بيهوهو ازاي؟ ازاي؟ هو هواره لهواره أنا عرفت إن الكلبة دي سعادية من هوهوتها لسه جاي المسر هتعمل نعم لقيتك الراجل بيقول إيدك يا دكتور ما تمدش إيدك عليها اكشف من بعيد قلت الله ده هيقرفني.